طبابة رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج طبابة رمضان اللي بيجيكم يوميا من السبت ليوم الخميس، من يعني شهر خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر. اختلفنا أمس وقلت لكم بعد الظهر، قبل العصر، خلال العصر، لن دقيقة، من الساعة 3 للساعة 4. تواصلكم معنا بأكثر من طريقة، يعني إحنا في استقباله على 012-61-61-100 أو 011-21-78-585. أما اتصالاتكم، أما رسائلكم على STC 81040، موبايلي 660001 أو 0701313. يعطيكم العافية. يعني اللي معه آيفون يدخل على متجر أبل أو أبل ستور ويحمل تطبيق ألف ألف أف أم، ALIF ALIF FM، واللي معه جهاز نظامه أندرويد يدخل على جوجل بلاي ويحمل نفس التطبيق. حبت سمعنا عن طريق النت، تعرف علينا أكثر، حيكون على موقعنا www.alifalifafm.com. اللي ما سمع الحلقة من أولها يا جماعة الخير يسمعها على اليوتيوب كاملة خلال يومين بإذن الله ويستفيد، ونسأل الله السلامة للجميع أولا وأخيرا. زي ما قلت لكم، فيسبوك، كيك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، قناة اليوتيوب كلها على نفس الحساب ألف ألف أف أم. اليوم معنا شخصية جدا 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 جميلة، وحقيقي طريقة كلامه رائعة وواضحة وواصلة، وتحس كذا أنه عنده الرغبة في أنه يوصل الفكرة لكل اللي بيسمعوه، أنه التوجيه الصحيح كمان بيختلف. مشكلة صارت، أنا يعني أنا شايفها برضو موضة، مشكلة الانزلاق الغضروفي، يعني شايفة الكثير. كنت أفكر في يوم الأيام أنها مرتبطة بحالة صحية معينة أو نقص فيتامينز أو حاجة زي كده، وحس أنه ده معرض لها أكثر أو ده. كل دي المعلومات حيصحح لنا هي اليوم بإذن الله الدكتور وائل عزت من مستشفى حي الجامعة، استشاري جراحة المخ والأعصاب. تبغوا مين أدق من كده يكلمكم في موضوع زي ده عشان ننهي كده أسئلتنا كلها؟ يلا توجهوا أسئلتكم. دكتور وائل، أول حاجة نرحب فيك. أهلاً بسعادة. سعيدين جداً بوجودك معنا. خلينا نعرفهم أولاً على الانزلاق الغضروفي. إيش هو الانزلاق الغضروفي أصلاً كحالة طبية؟ أهلاً بيك، الأول من رحب بسعادتك ورحب بالسادة المستمعين، كل سنة طيبين ورمضان كريم. الأول نتعرف بس على الغضروف والعمود الفقري. والعمود الفقري ده عبارة عن فقرات متصلة ببعض بمفاصل، ما بين كل فقرة والتانية في وسادة طرية كده اسمها الغضروف. الغضروف ديت عبارة عن يعني نواة في النص كده، مادة جيلاتينية محاطة بغشاء صلب مكون من ألياف صلبة. الغضروف ده بالحقيقة له وظائف، وظيفته الأساسية هي تحمل الصدمات وبيشيل وزن الجسم وبيساعد على الايه او بيدعم الارتفاع والطول في الجسم. طيب نعرف ايه هو الانزلاق الغضروفي. الانزلاق الغضروفي ديت عباره عن بيحصل قطع في الغشاء او الماده الصلبه اللي موجوده في الخارج ديت، وتبدا النواه الماده الجيلاتينيه دي تخرج من القطع ديت وتبدا تضغط على العصب او تبدا تضغط على النخاع وتسبب اللي هو الانزلاق الغضروفي. الانزلاق الغضروفي ده ممكن يحدث في الفقرات العنقية أو في الفقرات الظهرية أو في الفقرات القطنية. زي ما كلنا عارفين إن يعني العمود الفقري ده مكون من 7 فقرات عنقية و12 ظهرية و5 قطنية و3 عجزية. فممكن يحدث في أي مكان منهم، من الفقرات القطنية أو العنقية. ما لها فقرات معينة أو مكان معين؟ يعني أكتر هي أكتر حاجة بتحصل في الانزلاق الغضروفي دي بالنسبة للفقرات القطنية ما بين الفقرة الرابعة والخامسة والخامسة الأولى، دول أكثر شيوعا. والفقرات العنقية دي برضو أكثر حاجة بتحصل ما بين 5 و6 و6 و7. الانزلاق الغضروفي دول أكثر شيوعا بيحصل فيهم الانزلاق. أسباب الانزلاق الغضروفي ده الحقيقة متعددة، إنما الأكثر أسبابها هو الوزن الزيادة أو السمنة المفرطة، الشيل التقيل، الجلسة فترات طويلة على الكرسي، الوقفة فترات طويلة، الإصابات الملاعب أو الرياضة. الحقيقة الشيل التقيل في الرياضة زي رفع الأثقال وكده هو. بالنسبة للانزلاق الغضروف العنقي، طبعا القعدة كتير على مكاتب والتوطية كتير على موبايلات وجوالات أو السواقة فترات طويلة، ده يعني أكتر أسباب الانزلاقات الغضروفية. هل نقدر نقول دكتور وائل أن الشخص النحيل جدا، يعني
أقل عرضة أو أبعد من أنه يكون يعني يصاب بهذه المشاكل، أم أنه كونه نحيل جدا بيخلي الخطورة أكثر لو شال شيء ثقيل أو وقف وقت أطول؟ هو طبعا هو كون أنه هو نحيل ده بيبقى أقل عرضة للمنزلق عن الشخص السمين أو الشخص التقيل في الوزن، إنما ما هواش برضو يعني أقل بكثير قوي لو هو بيشيل تقيل أو يشيل حاجة تقيلة، يعني زي العمال أو شيء، لو واحد نحيله بيتعرض أنه بيشيل أوزان تقيلة طبعا معرض أنه ما يجيله الانزلاق الغضروفي الداخلي. يعني بيحمي من ناحية لكن ما هو كامل. أيوه لو هو بيشيل تقيلة أيوه بالضبط كده، إنما لو هو ما بيشتغلش ما بيشيلش أوزان تقيلة يبقى هو طبعا ما هوش معرض زي الشخص السمين أنه يجيله الانزلاقات الغضروفية. جميل. خلينا نقول أنه عشان بس يكون اللي سامعنا بس مستوعب أنه ممكن يكون بيمر بالأعراض الآن، أو يعني نسأل الله السلامة للجميع عشان بس برضو ما يتأخر. دائما إحنا متفقين أنه التشخيص المبكر حل مبكر إن شاء الله، وشفاء كمان مبكر يعني إن شاء الله بإذن الله طبعا. فخلينا نقول إيش الأعراض اللي الشخص يتعرض لها فيعرف أنه هذه انزلاق غضروفي أو أشبه؟ طيب هو مبدئيا هو لما بيحزم، إحنا قلنا زي الغضروف ده بيبقى مكون من نواة مادة جيلاتينية في النص ومحاطة بغشاء خارجي صلب كده، وبيبقى عامل زي البيضة كده، هو يعني الخارج صلب وفي الداخل مادة جيلاتينية كده. لما بيحصل قطع الأول في الغشاء الخارجي ديت، البني آدم يجي بيشكي على طول، بيقول أنا حسيت بطقة في ظهري أو طقة في رقبتي، دي أول حاجة. وبعد كده ألم، بيحصل ألم في الرقبة لو انزلاق غضروفي عنقي، أو بيبقى ألم في الظهر في منتصف الظهر لو انزلاق غضروفي ظهري، أو في ألم في أسفل الظهر لو انزلاق غضروفي قطني. بعد كده تاني عرض بيجي، يعني ده أول حاجة بيحس بإيه، بطقة وألم سواء ألم في الرقبة أو الظهر أو أسفل الظهر. بعد كده تاني عرض بيجي لما المادة الجيلاتينية دي تبدأ تخرج من القطع ده وتضغط على العصب، فتبدأ الأعراض أخرى. المريض يجي يقول لك أنا الألم اللي في رقبتي أو الألم اللي في ظهري ديت أو الألم اللي في أسفل الظهر ده الحقيقة راح اختفى، إنما بدأت أشوف أعراض أخرى وأحس بحاجة تانية. بدأت أحس بألم في الكتف والدراع اللي هو بنسميه الأبهر لو في حالة الانزلاق الغضروفي العنقي، أو بيبدأ بألم إيه بيسمع بيقول بيحزمني في ظهري لو في الانزلاق الغضروفي الظهري، أو ألم بينزل في رجلي واخد بال ساعتك اللي هو بنسميه عرق النساء. ده اللي هو اللي إيه التاني عرض، يعني العرض الأول لو الألم الرقبة أو الظهر بيخف أو بيختفي، ويبدأ بألم في الإيه في الدراع أو في الرجل اللي هو بنسميه الأبهر أو بنسميه عرق النساء. الأعراض ممكن يعني مش بالضرورة تكون كلها. أيوة. يعني ممكن تكون واحدة فيهم. أيوة بالضبط كده. لا هو لو هيبقى عنده مش هيبقى عنده كله، يعني احنا بنتكلم مريض الانزلاق العنقي بيبقى هيجي يشتكي بإيه بالأبهر، الانزلاق الغضروفي المريض اللي هو بيشتكي من انزلاق غضروفي قطني هيشتكي بعرق النساء، يعني مش هيبقى عنده كل هذه الأعراض يعني. تالت عرض بيجي يشتكي منه المريض بقى لما يزيد برضو المادة الجيلاتينية دي تبدأ تخرج أزيد وتبدأ تضغط على العصب أزيد، تعمل ومع طول فترة الضغط على العصب ده تعمل دمور في العصب، فتبدأ المريض بقى يشتكي بحاجة أخرى. يجي المريض يقول أنا الحقيقة الألم اللي كنت بحس بيه في دراعي الأبهر ديت راح، ما بقتش حاس بيه، أنا تحسنت. أو المريض اللي بيشتكي بعرق النساء ده يقول أنا ما عادش الألم ده موجود، العرق النساء ده الحقيقة لا اختفى ما عادش موجود وأنا تحسنت. فبالعكس هو ما بقاش فيه تحسن، ده هو داخل في مرحلة التالتة اللي هو مرحلة أسوأ شوية اللي هي نتيجة الضغط الزيادة على العصب فأدى لدمور العصب، فبدأ يحس بإيه بقى، بتنميل وخضر وتقل في دراعه لو هو انزلاق غضروفي عنقي، أو تنميل وخضر في رجله ومسقط أدم لا قدر الله في حالة الانزلاق الغضروفي القطني. فدي مرحلة بتبقى مرحلة التالتة، مرحلة أسوأ شوية. المرحلة الرابعة الحقيقة برضو بتبقى أسوأ من اللي قبليها لو المادة الجيلاتينية دي بدأت برضو تخرج أكتر وأكتر برة تبدأ تضغط مش بس على العصب ناحية واحدة، بتبدأ تضغط على العصبين الناحية اليمين والناحية الشمال، أو تبدأ تضغط على الحبل الشوكي نفسه أو النخاع نفسه. فبتعمل مشاكل، تعمل في لو كان انزلاق غضروفي عنقي بتبدأ تعمل لا قدر الله بقى تقل في الجسم وتقل في الإيدين وفي الرجلين اللي هو بنسميه شلل رباعي لا قدر الله. يعني احنا نسأل الله السلامة للجميع. هنضطر نكمل بعد الفاصل مستمعين، هنطلع فاصل قصير وراجعين. وضيفنا اليوم الدكتور وائل عزة، استشاري جراحة المخ والأعصاب. موضوعنا اليوم عن الانزلاق الغضروفي، نسأل الله السلامة للجميع. خليكم على السماء.
طبابة رمضان. رجعنا لكم مستمعينا ومستمرين معاكم إن شاء الله، وحلقة جدا ممتعة حقيقي، يعني أنا بستفيد من كل معلومة رغم يعني إن الحمد لله بس حولي كثير يعني أصيبوا بهذه المشكلة، وأكيد إنه كلنا معرضين ليها يعني في كل الأحوال. الأعراض واضح إنها كثير بس متوزعة، أو هي مبدئيا معتمدة على الألم. أي هل الآلام هذه دكتور زي آلام كثير جدا ممكن تكون في أوقات معينة؟ يعني في ناس كثير بتعاني من الآلام هذه وقت النوم أو الاستلقاء أو الوقوف مثلا. أي في ناس لا العكس بيريحهم أن يكون واقف بس يقول لك بس ولا أني أستلقي يعني على ظهري، والعكس صحيح. هل هذه كلها ممكن تكون يعني دلالة على مشكلة من هذا النوع أو لا؟ صحيح، هو مبدئيا هو الآلام أكثر شيء، يعني الألم ده بيحصل وقت ما البني آدم يقوم من النوم. ده لو الانزلاق يعني صغير، يعني حصل في مرحله الأولى، بيبقى أكتر شيء بتعبه إنه هو بيحس بألم في ظهره، ده أكتر شيء بيتعبه وهو أول ما يقوم من النوم، لأنه هو نايم بتبقى وزن الجسم كله طبعا إيه ما فيش وزن على العمود، إنما لما يجي يقوم كل وزن الجسم بيبقى على العمود، فيرجع إيه يحس بالألم، بيبقى الضغط كله على الغضروف فيبقى يحس بالألم شديد. إنما لو الغضروف في مراحل متقدمة شوية أكتر من كده، يعني بدأ يضغط على العصب، طبعا المريض بإيه بيحس بآلام وقت النوم لما يجي ينام طبعا إيه ويفرد رجله، فدي بيبقى فيها ألم شديد في الرجل، فعشان كده ما بيحبش ينام، بيحب إنه إيه يقف أكتر، بيتعب في النوم. فهي بتعتمد على حسب درجة الغضروف، يعني درجة الانزلاق. من الضروري إن احنا ناخد بالنا منها، يعني المرأة الحامل من أكثر الناس اللي يشتكوا من آلام الظهر. صحيح. وإحنا هنا يمكن يعني تربط الموضوع بدون ما نشعر بأنه في وزن زيادة يكون على الجسم. صحيح. فهل ممكن يكون بتتعرض لمشكلة في من هذه المشاكل اللي هي الانزلاقات الغضروفية؟ أكيد طبعا، ما هو إحنا قلنا في البداية أنه هو من مسببات الغضروف هو زيادة الوزن أو السمنة المفرطة والشيل التقيل، فالمرأة الحامل الحقيقة يعني بتزيد في الحمل بتاع 20-30 كيلو، فطبعا بيبقى فيه وزن زيادة على العمود الفقري والضغط على الغضروف، فممكن يحصل انزلاق غضروفي قطعي، فدي طبعا بتبقى مشكلة بالنسبة للمرأة، بالذات كمان انها بتشتغل في البيت ويعني بتشيل وبتشد وحاجات واخد بالك في النظافة في البيت وكده، فبتتعرض اكتر لإيه للانزلاقات الغضروفية دي. يعني هذا فعلا. طيب معلش بالنسبة يمكن لما نعرف العلاج نرجع تاني للمرأة الحامل، لأنه يمكن صعب أنها تأخذ العلاج اللي بياخده الشخص العادي. بيروح الشخص هذا بالآلام هذه بيروح للطبيب الصحيح، ونقول أنه وصل للمكان الصحيح، كيف بتتم يعني التشخيص؟ هل هو عبارة عن تاريخ يعني مرضي للشخص، أو أنه قصة وحكاية وأنه أنا هذه يوصف الآلام ممكن تكون كفاية، أم في أشعة وتحاليل معينة لازم إجراءات معينة؟ يعني طبعا أول حاجة لابد أنه هو بيقعد وبيحكي بالتاريخ المرضي، ده مهم جدا للطبيب أنه يعرفه إيه السبب اللي حصل، أنت شلت تقيل، أنت عملت إيه، هل وزنك، هل لعبت رياضة، هل في عادات سيئة كمان أخرى، يعني الأعادات الغلط واخدة بل ساعتك. يعني احنا الانزلاقات الغضروفية دي حتى في الاول يعني كان دايما بيبقى لها سن معين بنشوفها في الثلاثينات، اكتر في الثلاثينات بنشوفها، انما دلوقتي بقينا بنشوفها يعني في سن اصغر من كده، هو بقينا نشوفها حتى ايفن في الاطفال بنشوفها، لان العادات السيئة الغلط القعدة، احنا بنسيب اطفالنا حتى بتقعد على السرير وتقعد بتذاكر على السرير ومسك اللابتوب والموبايل وقعد على السرير باستمرار وبتاع، ما فيش قعدة صحيحة، يا ما بيقعدوش على مكتب كده كرسي وساند ظهره كده، العادات الصحيحة دي حتى ايه ما عادتش موجودة. فطبعا مهم جدا ان احنا لما يجي المريض بنسألك على كل الحاجات دي، التاريخ المرضي مهم جدا، وبعدين بنبدأ معه بالتفصيل بالكشف بقى، يعني لابد من الكشف الايه الدقيق على الايه على حركة الرجل، القوى الحركية وعلى الإحساس في كلا الطرفين وهذا بالك ورد الفعل، ودي حاجات مهمة. لو لقينا طبعا اختلاف في القوى الحركية في طرف عن طرف بيبقى فيه اشتباه انزلاق غضروفي، لو لقينا في الإحساس في طرف مختلف عن الطرف الآخر برضو ده اشتباه يبقى فيه انزلاق غضروفي، أو رد الفعل مختلف في طرف عن طرف طبعا إيه بيرجح وجود انزلاق غضروفي. فده مهم جدا بالنسبة للكشف. وبعد كده بنتطرق بقى للعمل الإشاعات
الإشاعات مبدئيا هي أول حاجة بنبدأ بها الأشعة، الأشعة الأبيض وسد أو أشعة الإكس العادية دي، ساعات بتدي يعني برضو صورة مبدئية عن وجود غضروف أو لا، بيبقى في انضغاط كده هوت أو الفقرتين بتقرب من بعض، ده يدل على إن في انزلاق غضروفي هنا هوت. بعد كده الأشعة بقى في أشعة المقطعية والرنين المغناطيسي اللي هي أكثر دقة ووضوحا وتوضح لنا قد إيه ومدى الانزلاق الغضروفي ده ومدى ضغطه على الأعصاب. يعني فكرة واضحة. لو حسيت إنه، ومو غلط لو حسيت إنه طبيبك لما تيجي تسمع حلقة زي هذه تسمعها من استشاري جراحة مخ أعصاب زي الدكتور وائل عزت يعطيه العافية ضيفنا اليوم، تروح بتشوف الكشف أو بتجرب أو بتعمل كده، فشوف أنت التشخيص، قل له يعني أنا سمعت، أنا أعرف من الطبيب أو الدكتور أو الاستشاري وائل عزت إنه أنا لازم أعدي بهذه المرحلة، فإيش خلاك تلغي مثلا مرحلة الكشف هذه أو تلغي مرحلة الكشف هذه؟ مش غلط إنه الشخص يسأل، كثير من المرضى بيضيع حقهم وبيصير تشخيص خطأ وعلاج خطأ بسبب إنه هو ما كان صريح تماما وما قال كل اللي عنده، ما سأل كل الأسئلة والاستفسارات اللي عنده. فهذه نقطة حقيقية جدا مهمة، يعني أوجه لك تحية كبيرة عليها دكتور وائل. خلينا نقول هنا بس ناخذ اتصال محمد خالد ونكمل معكم. يلا يا محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. هذا دكتور وائل. اهلا بيك، اهلا وسهلا. انا لو سمحت انا عندي سؤال بالنسبه للمرض الغضروفي، هل انه في علاج الاعشاب ولا لا؟ بالنسبة للانزلاق الغضروفي يعني في ناس كثير بتحس بالأمان أكثر لو كانت دورت على علاج طبيعي أو أي يعني هو طبعا هو في العلاج الانزلاقات الغضروفية هو يعني يفضل طبعا العلاج الدوائي اللي هي مسكن الألم ومضادات الالتهاب وبسط العضلات، ولو في تقل أو قدر الله أو خدر أو ترميل بيبقى في طبعا نوع من الفيتامينات دي مهم. الأعشاب مش هتغطي كل الايه اللي مطلوب ديت، يعني الأعشاب يعني أكتر هتبقى نوع من الفيتامينات اللي هي تحمي العصب وايه وتحسن أداء العصب، إنما ما بتبقاش كافية لايه لتسكين الألم أو تبقى ايه مضادة للالتهاب. وحتى سوء استخدامها، أنا بقول لك يا محمد سوء استخدامها ترى يعني لا يقل ضررا عن انك استخدمت ادوية بطريقة خطأ او تعالجت بطريقة خطأ، يعني حتى هذه تستخدم باسلوب وبطريقة معينة وباهتمام وبحرص، يعني في كثير من الاشياء هذه. اذا الاكل نفسه في شيء يرفع الضغط بزيادة، في شيء يوطي الضغط، في شيء يرفع السكر، في شيء يوطي السكر، فما بالك انه اشياء زي كذا. كل شيء بانتظام وباعتدال اتوقع انه يوجه الشخص لصحة جيدة بإذن الله. بما أننا تكلمنا عن العلاج وبدأنا نتكلم عن العلاج، خلينا نشوف أول أنواع العلاجات اللي موجودة وهل هي اختيارية أم إنها مرحلية. تمام. هو بالنسبة للانزلاق الغضروفي هو طبعا يعني 80% من العلاج ديت بيبقى علاج الحقيقة طبي وليس جراحي، يعني 80% من الأشخاص بيتحسنوا بالعلاج الطبي. فالعلاج ده بيبقى عبارة عن زي ما قلنا مسكنات للألام ومضاد للالتهاب وبسط العضلات وفيتامينات الحقيقة لتقوية العصب. بعض الأشخاص بنلجأ معهم للحزام، بيبقى حزام كده هو تساند للفقرات القطنية، أو برضو بيبقى رقبة كده هو بتحط على الفقرات العنقية إذا كان في انزلاق غضروفي عنقي، ده بيساعد برضو على حمل الوزن الجسم وبيساعد في القعدة لو الشخص بيقعد كتير أو بيقف كتير. البعض الآخر طبعا بنلجأ معه للعلاج الطبيعي، ده أول مرحلة في العلاج. والمرحلة العلاج الطبي ديت يعني دائما وأبدا بتبقى في المراحل الأولى للغضروف، يعني اللي هو المريض اللي بيجي بيشتكي بايه بألم في ظهره أو ألم في ايه في دراعه زي الأبر أو ألم في رجله زي عرق النساء، إنما بيبقاش في تقل لا قدر الله أو خضر أو لا قدر الله بيبقى في شلل أو عدم تحكم في البول أو البراز، دي بتبقى ايه طبعا لابد من تدخل جراحي ساعتها. فمعظم الأشخاص زي ما قلنا بيتحسنوا بالعلاج الطبي، العلاج الدوائي، والعلاج الدوائي ديت يعني بندي نحب نعطيه لكل مريض من خلال من 6 أسابيع لثلاث شهور قبل أي ما نفكر في تدخل جراحي. يعني حقيقي إنه الشخص يعرف إنه قدامه هذه الأشياء، صارح طبيبك يعني قل له أنا خايف من إنه أخذ علاجات دوائية أو تحفظية أو
أو وفي ناس لا بتقول أنا أبغى أعمل جراحة. فشوف الخيارات بالعكس اللي قدامك، ربما يكون طبيبك حب إنه أنت تمشي بـ 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 بطريقة معينة، وهي أكيد الأسلم ليك. تواصلكم معنا على STC 847 81 04 0، موبايلي 66 3 0 1، أما زين 70 13 13 عندي كمان الاتصالات ممكن نستقبلها على 012 616 1100، ومن الرياض على 011 217 8585 في استقبال أسئلتكم واستفساراتكم فيما يخص موضوعنا اليوم عن الانزلاق الغضروفي. يمكن السؤال اللي قبل ما نطلع فاصلنا نسأله دكتور وائل، هل هو من المشاكل اللي لو اتحلت بإحدى الأمور هذه كلها ما ترجع تاني، ولا الشخص يفضل معرض ليها دائما، وهل في خطورة أكبر إذا أصيب فيه مرة ثانية؟ طبعا هو الشخص معرض أنه يجي له انزلاق غضروفي مرة ثانية. يعني هو يعني بعد أولا يعني هو الشخص اللي عنده انزلاق غضروفي ده بيفضل موجود معه على طول، بس ساعات يفضل دايما الألم يعاود عليه كل شوية يرجع له الألم، بس الألم ديت يعني بيعاود عليه لو عمل حاجات الخطأ اللي قلنا عليها، اللي هو الشيل التقيل أو الوقف كتير أو القعدة كتير أو وزنه زاد. فدايما الشخص ده بيتقي الحاجات دول دايما يجزأ قعدته، ما يقعدش فترات طويلة كده 6-7 ساعات قدام التلفزيون، لا دايما يقعد ساعة ومتمشى دي، يقعد ساعة وتمشى دي، ما يقفش برضو 4-5 ساعات كده، هو تلاقيه يقف نص ساعة وراح دي على كرسي، وقف نص ساعة وراح دي على كرسي، يجزأ دايما الوقفة، يجزأ القعدة، ما يشيلش تقيل، يخفض الوزن، يقوم الألام دي ما تعودش عليه باستمرار، يتعود عليه على فترات متباعدة، لأن الانزلاق الغضروفي ده بيبقى مرض مزمن. ده بالنسبة للشخص. أما لو تم إجراء جراحة وتشال الغضروف ديت، شلنا الغضروف، فطبعا برضو الشخص معرض إن هو يجيله انزلاق مرة أخرى، مش لازم في نفس المكان، ممكن في مكان آخر يجيله انزلاق غضروفي برضو، لو إيه زي ما قلنا لو شال تقيل أو تعرض لوحدة من هذه المشاكل. هنطلع فاصل مستمعينا ونرجع. استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور وائل عزت من مستشفى حي الجامعة هو ضيفنا اليوم، وموضوعنا عن الانزلاق الغضروفي. فائدة جدا كبيرة، اللي ما سمع الحلقة من أولها يسمعها خلال يومين بإذن الله على اليوتيوب كاملة حتكون. يعطيكم العافية وخليكم على السماء. طبابة رمضان. متواصلين معاكم في استقبال اتصالاتكم على 012 616 1100، ومن الرياض على 011 217 8585. من الشائع جدا دكتور وائل الآن مشاكل الضغط المرتفع والضغط المنخفض، السكر. طبعا خلينا نتكلم على دي الحالات. أهم حاجة أول شيء لو صاحبت الانزلاق الغضروفي، وأكيد أنه في حالات كثير كمان ممكن تكون مرضية، فبتعطي الفكرة للطبيبين وبتشوف العلاج الأنسب. يعني لو كانت مثلا خارج من عملية أو ولادة أو 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 الأمور هذه كلها، فخلينا نقول عن اللي هي السكر والضغط، اللي هي المشاكل اللي يعني صار من كل اثنين أظن في نص واحد كده عندي. بالنسبة لمريض السكر والضغط، الحقيقة ده بيبقى مريض السكر بالذات أكثر عرضة للانزلاقات الغضروفية، لأنه طبعا بيبقى مريض سمنة، يعني واحد بل سعادتك السكر، وبيبقى عنده طبعا كوليسترول عالي، وبيبقى بطبعه رجل سمين يعني، وحتى من ضمن علاجات السكر بتأدي للسمنة برضو، أحيانا بتزود وزن الجسم، فيبقى أكثر عرضة طبعا للانزلاق الغضروفي. برضو بالنسبة للعلاجات الحقيقة برضو أو للجراحات لمريض السكر، الحقيقة بتبقى يعني برضو بيبقى فيها شوية يعني بريكوشنز أو تخوف شوية، لأن مريض السكر بمعرض لالتهابات الجروح الحقيقة بعد إجراءات العملية يعني أكثر من المريض العادي، يعني بيصاب لا قدر الله واخد بالك بالتهاب في الجرح. احنا كلنا عارفين مرضى السكر بيبقى عنده القدم السكري، وبيبقى يعني الجرح ما بيلمش بسهوله، فده بيبقى في تخوف شويه من مريض السكر في هذا. لابد مريض السكر ده يبقى طبعا منظم السكر بتاعه، لازم يبقى منتظم تماما عشان يستقبل العلاجات او يستقبل الجراحه بدون اي مشاكل. تمام، يعني انه بيكون انه الخيار امامك انه انت تختار العلاج الافضل او ما شابه. هذا شيء جدا مهم. الضغط او السكر بيكون انت بتكون صريح، عشان كده بنقول دائما تاريخك الطبي او
الصحي لازم يكون واضح قدام كل الطبيب. يعني احنا بنحاول نكون في اوضح صورة معاكم لاوضح كلام. طيب لو قلت انه انا قبل ما اتعرض لهذه المشاكل كلها حابة اني يعني اقي نفسي ومن حولي بافضل طرق الوقاية من مشاكل الانزلاقات الغضروفية بكل انواعها. تمام. هو افضل طريق للوقاية طبعا اللي الواحد يحافظ على وزنه وما يشيلش تقيل، العادات السيئة، الغلط اللي قاعدة كتير، الوقفة كتير، التوطية كتير على الكمبيوتر والجوالات، دي نحاول نقلل منها. الرياضة دي مهمة جدا بالنسبة لنا جميعا، يعني وأبسط رياضة هي المشي. المشي ده بيقوي عضلات الظهر، عضلات الظهر دي يعني عامل أساسي في أنها تشيل وزن الجسم وتساعد العمود الفقري وتساعد الغضروف، فدي حاجة مهمة لجميع الأشخاص أنهم يعملوها. يعني رياضة بسيطة جدا وهي المشي، الحقيقة دي بتقوي عضلات الظهر وتمنع وتقي من الانزلاقات الغضروفية. يعني خلينا نقول الأسلوب الحياة الصحي أو الحركة بصورة طبعاً صحيحة، يعني هي يمكن أو أول وأقوى العلاجات أو أفضلها. يعني خلينا نقول إنه الشخص ذهب لي يعني أكثر من طبيب وخلاص، ودي بتحصل كثير، وتشخص بكل مرة بصورة مختلفة، أو كان العلاج اللي فرض من ناحية الطبيب أو اقترح من ناحية الطبيب مختلف عن الطبيب الثاني. في دي الحالة في مشكلة زي هذه إيش بيختار، كيف بيختار المريض، فين بيوقف هنا؟ والله هو أفضل شيء طبعا إن المريض لابد إن هو يروح للشخص المتخصص في أول حاجة، يروح شخص متخصص في العمود الفقري والانزلاقات الغضروفية دي، ده أول شيء يلجأ له المريض. تاني حاجة طبعا مش كل طبيب بيبقى نفس العلاج بتاع الطبيب الآخر، يعني كل واحد بيبقى له وجهة نظره من ناحية العلاج ومن ناحية الأعراض بالنسبة للمريض. قد يكون المريض راح لأول دكتور بس كان بيشتكي بألم، بعد كده الألم نزل في دراعه فاضطر الطبيب الثاني إنه يديله حاجة أقوى شوية، أو الطبيب العلاج اللي كتبه له الطبيب الأولاني ما استجابش عليه فاضطر الطبيب الثاني يديله علاج أقوى شوية عشان يبدأ الاستجابة. إنما يعني أولا وأخيرا لابد من أن يكون الطبيب ده طبيب متخصص في العمود الفقري لأول حاجة. هل ممكن يصاب الشخص في أكثر من غضروف في نفس الحادث أو نفس الموقف أو نفس المشكلة، يعني في نفس الوقت خلينا نقول في نوع غضروف مختلف أو في نفس نوع الغضروف لكن في منطقتين موقعين أكثر؟ صحيح من صحيح، ده ممكن وارد. أيوة بيجي يعني ده بيبقى كثير يعني وشائع، بيجي مش بينزلق غضروفي واحد بس، بيجي في أكتر من فقرة الحقيقة، يعني الفقرات القطنية بيجي ساعات بين الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة والخامسة والأولى، يعني ثلاث انزلاقات مع بعض، أو قد يكون انزلاقين غضروفيين يعني مش في نفس الوقت بسبب أسلوب حياة أو بسبب حادث أو شيء زي كده، الوزن والشيل التقيل وكده. هل ممكن يصاب فيه الشخص يعني ويتعرض للآلام هذه كلها ويأخذ المسكنات اللي يمكن تبعده عن هذا الألم وممكن تنتهي المشكلة هنا تماما، أو أنه لا لابد لها عودة؟ يعني دائما وأبدا الانزلاق الغضروفي ده زي ما قلنا ده مرض مزمن، يعني ما فيش حاجة اسمها بتختفي تماما، يعني لو خد المسكنات ومضادات الالتهاب والحاجات دي كلها دي هتريحه الفترة من الوقت، إنما عمرها ما هتنهي المشكلة، يعني الانزلاق موجود، فهو ده مرض مزمن زي مرض السكر كده، بيبقى مرض مزمن واخد بال سعادتك، الاهتمام فيه افضل دايما، بس مريض السكر بيراعي ما ياكلش الحاجات النشويه، ما ياكلش السكريات، واخد بالك، بيبقى عارف ايه اللي بيعلي السكر عنده. نفس القصه مريض الغضروف ده مرض مزمن هيفضل موجود عنده، ان الغضروف تعبان عنده بيكون حريص في فدايما يتقي الحاجات الشيل التقيل، الوزن ما يزيدش، الوقفه كتير يتقي، لانه كل شويه هيعاود عليه الالم. ناخذ اتصال الاخ فهد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانت دكتور ممكن تفضل يا دكتور؟ انا عندما اجي انام على جنب الايسر ايدي يكون فيها تنميل، وعندما انا سايق تاكسي لما اركب سيارتي امشي مسافه طويله رجولي تنمل من تحت، ما ادري هل هو يعني هل يكون غضروف في العمود الفقري او شيء ممكن تفيدني؟ الاول سن سعادتك كام؟ عمرك كم سنه؟ 42. هل وزنك متين او حاجه؟ لا الوزن متناسق مع الطول الحمد لله. تمام. في سكر او حاجه عندك؟ لا سكر لا ضغط لا الحمد لله. طيب انا امشي يا دكتور انا امشي. طيب. لكن التنميل ده بيجي لك هل في الصباح ولا وانت نايم بس؟
لا التنميل عندما اسوق السياره يا دكتور اقعد يمكن مسافه يمكن ست ساعات سبع ساعات بس طيب يعطيك العافيه فهد. دكتور وعلي استأذنكم لرفع أذان العصر من مكة المكرمة ونرجع على طول وحنجاوب على فهد إن شاء الله. خليكم على السماء. طيبة رمضان. وصلنا مع الأسف لنهاية فقراتنا اليوم. حقيقي حلقة جدا ممتعة، شخصية جدا رائعة جدا رائعة، الدكتور الاستشاري استشاري المخ والأعصاب، جراحة المخ والأعصاب، الدكتور وائل عزت من مستشفى حي الجامعة. يعني حقيقي تقدروا تسألوا عنه هناك. الشخصية جدا جميلة، شخصية تقدر تأخذ وتعطي معه وتحس أنه أنت وصلت للنتيجة اللي أنت تبغاها. كثير الدكتور وائل أنا أتكلم على الهواء في علاقة الطبيب بالمريض، تمام. يعني أتوقع إذا واحد فيهم مرتاح أو كانت العلاقة فيها أي شائب ما بيتم العلاج بالصورة السليمة أو الصحيحة. فنرجع لسؤال الأخ فهد. أي. شكرا رشا، يعطيك العافية حقيقة، كانت مهتمة بسؤاله. بيقول بيصير عنده تنميل في الإيد والرجل. صحيح، وقت السواقة فقط السواقة. إنه هو المهم التنميل ده ما بيقولوش في أي أوقات تانية، وقت السواقة فقط أوقات طويلة، فده دليل على إنه هو يعني إيه بيتخذ بس إيه يعني وضع معين، يعني مثبت راسه ومثبت إيديه فترات طويلة جدا بتأدي لتقلص عضلاته ويحصل التنميل ديت. إنما يعني هو يعني ما فيش أي مرض عضوي طالما بيقولوش التنميل ده في أي وقت آخر. هل ممكن يهيئ نفسه أكثر للموقف بفيتامينز أو شيء زي كده؟ يعني أعتقد هو زي ما بقول هو يعني ممكن يعني يحاول يقلل شوية من سواء فترات طويلة، ممكن طبعا ياخد فيتامينات به، وممكن برضو يحاول يعمل فاصل كل شويتين. أيوة، يقلل طبعا السواء الفترات الطويلة ديت، يعني كل ساعة ينزل ويريح عضلات رقبته، يحرك رقبته باستمرار فوق وتحت وشمال ويمين كده هوت. الحاجة الأخرى برضو ما زي ما قلنا طالما بيجيله برضو في السواقة ممكن يكون برضو إيه نفسيا برضو بتبقى إيه مأثر عليه شوية، فيعني يحاول برضو يهدي نفسيته شوية أثناء السواقة. هل إنه هو ممكن يكون كمان النوم والنوم بصورة أو وقت كفاية ممكن يأثر على دي المشاكل؟ أو طبعا طبعا مهم جدا البني آدم يبقى ينام كويس قبل ما يقوم ويسوق الفترات الطويلة ديت. يعني السواقة والجلسة في وضعية معينة بس ست ساعات من غير ما يتحرك، يعني ده الواحد هو نايم دايما بيتحرك كل يعني تلاقيه كل ربع ساعة كده بتقلب من جنب لجنب، فكون هو يفضل مركز في وضعية معينة كده ست سبع ساعات في السواقة دي بتأدي لتقلص عضلات وتحصل تنميل وكده. فدايما ده أهم حاجة إن هو يعني كل ساعة كده يحاول يوقف السيارة وينزل يتمشى ويحرك رقبته كده عشان ما يحصلش التنميل ده. اتصالاتكم مستمعين على 012-61-61-100 أو 011-21-7-8-5-8-5 مرة أخرى 012-616-1100 أو 011-21-7-8-5-8-5. في من المشاكل كثير وأكيد يعني تعرضت لها دكتور وائل كاستشاري جراحة مخ وأعصاب في مشكلة الانزلاق الغضروفي أو ممكن مشاكل ثانية. التشخيص الذاتي اللي بيحصل في البيت والمشي على علاج أو طرق معينة بيقول إنه هي ريحتني ممكن تكون خلينا نقول بتخدر الموقف شويتين بس مش أكثر وبيرجع ثاني. أكيد تعرضت لي زي هذا الشيء. هل أنت من يعني من الناس اللي بتوافق عليها أو إنه لا؟ والله هو طبعا في عادات سيئة كتير يعني بتحصل في البيت طبعا. إيه يعني في ناس بتحب الحقيقة يعني تحاول تعالج الأمور من غير استشارة الطبيب المتخصص، ودي طبعا إيه يعني غير محبذة، وإيه يعني لابد من الشخص أن يستشير المتخصص لأنه قد يعمل حاجة خطأ تضر بالغضروف أو الحقيقة إيه تأذي العصب زيادة. زي برضو ايه يعني بيجي بالمريض برضو بيبقى ألم فيه، عنده ألم في رقبته وألم في ظهره، وبص ايه على طول أول ما يجي له ألم تبص لي كل اللي في البيت ايه يبدأوا تدليك وتكبيس ويبدأوا يقفوا على ظهره، مش بس تكبيس يبدأوا يقفوا على ظهره يقولك ضرب، يعني يخلي الايه الولد أو يخلي حد من البيت يقف على ظهره برجليه ويمشي على ظهره. فدي طبعا هل فعلا الكمادات الدافية مفيدة؟ طبعا الكمادات الدافية مفيدة يعني ما حضرك. حسن معانا على الخط، أهلا وسهلا يا حسن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا.
حبيبي دكتور الله يسعدك، بس انا حاب استفسر. انا قبل يمكن سنه شلت حاجه ثقيله وجاني الم في ظهري. تمام. بعدين بعد فتره يعني ريحت، بعد فتره رجع لي الالم، رحت المستشفى قال لي الدكتور ممكن يكون تمزق، بس اعطاني بس دهان، فبيرجع علي الالم بين فتره وفتره صراحه في اسفل الظهر. ايوه تمام. هل في الم في رجلك او حاجه؟ لا الحمد لله رجولي ما فيش اي الام ولا اي. طيب بس جميل. اسفل الظهر. جميل. جميل. يعني مثلا لو لعبت كوره او تحركت او جريت احس بالام في الظهر. صحيح صحيح. تفضل. هو الـ 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 طبعا اللي عندك ده في الغالب ده الانزلاق غضروفي، او يعني اول درجات الانزلاق الغضروفي بيبقى في مزق في الغضروف نفسه اللي قلنا عليها، القطع في الغشاء الخارجي ديت، وبيعمل الم في الظهر. الالم اللي في الظهر ديت طبعا لازم هيعود عليه كل شويه. قلنا هيعود امتى؟ لو انت شلت تقيل واخد بالك، او جلست فترات طويله، وقفت فترات طويله، او لعبت رياضه واخد بالك بصوره عنيفه، او وزنك زاد. فدايما الواحد ايه يتقي ان هو يعمل الحاجات دي، يوم الالم ما يعودش عليه الا على فترات متباعده. جميل. كون انه الشخص يكون عارف فين المشكله ويبدا يعني يحلها. يعني أنا لاحظت كمان في مكالمته أنه مش بالضرورة أنه يكون عمل التحاليل أو العفو الأشعات اللي هي اللي مطلوبة. أي. خلال يومين حتكون الحلقة كاملة عندك، حتعرف إيش هي الأشعة اللي مطلوبة من خلال سماعك للحلقة، وحتعرف أنك تناقش طبيبك فيها، وأنك تطلب أنك تسويها من باب الإطمئنان. مو مهم، المهم روح للطبيب المتخصص وقول له أن أنا عملت هذه الأشعة، فألقي نظر عليها. صعب بالنسبة لأسلوب حياتنا دكتور وائل أنه إحنا نكون بنمشي وبنجلس وبننام وكل حاجة بطريقة سليمة 100% بصراحة. صحيح. يعني صعب إنه إحنا نسيطر عليه كثير، عشان كذا كان السؤال يعني واضح إنه كيف أقدر أقي نفسي من إني أنا أتعرض لي. هل يعني ممكن هذا سؤالنا الأخير اللي حنسأله عشان الوقت، هل الفيتامينات أو نقص المعادن في الجسم يعني في ليها علاقة بمشكلة الانزلاقات الغضروفية؟ هل هي مثلا بتحفزها بزيادة وبتثير المشكلة أكثر وبتستفزها، أم أنه ما لهم علاقة ببعض نهائي؟ لا هم ما لهمش علاقة، اللهم إلا بس نقص ممكن يعني نقص الفيتامين د، ده بيعمل شوية هشاشة في العمود الفقري، بيؤدي لضعف الفقرات شوية بالوزن اللي هو وزن الجسم، بدل ما هو بيتحمل بيحمله الفقرات والغضروف بيبقى محمل اكتر على الغضروف، ممكن يؤدي لانزلاق غضروفي. وطبعا بيزود الام، الهشاشه دي بتزود الام للظهر وكده. فانما الفيتامينات الاخرى هو فيتامين د هو اللي بيؤدي الهشاشه، انما الفيتامينات الاخرى ليس لها علاقه بصوره يعني ايه مبدئية. حلو. إنما فيتامين ب يعني من الفيتامينات المحببة لعلاج التهاب العصب لو في انزلاق غضروفي وضغط العصب، لأنه طبعا بيساعد على توصيل العصب بصورة جيدة. نعم، أنواع كثير من هذه الفيتامينات موجودة، ولكن عرفنا أنه ما لها العلاقة المباشرة، بالتالي صعب أنك تختارها كعلاج. مع الأسف وصلنا لنهاية حلقتنا، ونسأل الله السلامة للجميع. نشكر الدكتور الاستشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور وائل عزت من مستشفى حي الجامعة، يعطيك العافية. حقيقي سعيدة جدا بالحلقة، استمتعت كثير وتعلمت كثير وعرفت كثير واستفدت كثير، وإن شاء الله تكون الفائدة للجميع والسلامة للجميع. أنا معكم نهى سعدي، على أمل يتجدد لقائي فيكم غدا بإذن الله الساعة الثانية بعد الظهر في برنامج فأتبع سببه مع أستاذ اعتدال إدريس، وبعدها يتجدد لقائي فيكم الساعة 3 في برنامج طبابة رمضان اللي بيجيكم يوميا خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس. وبالنسبة لبرنامج فأتبع سببه يا جماعة، فهو طوال الشهر بإذن الله بدون انقطاع حتى أيام الجمعة والسبت. فأمان الكريم وانتفع لبعض.